سوني دايما بتبهرنا بحصرياتها اللي بتكون معموله حلو، بالاخص من ناحيه السكريبت وكمان من ناحيه التقنيه فيما يتعلق باستغلال قدرات بلاي ستيشن 4. طبعا ما بتكونش العاب مبهره تقنيا قوي، لكن اللي بيكون مبهر هو شطاره المطورين في استغلال التقنيات اللي يقدر عليها بلاي ستيشن 4 في ان هم قدموا العاب شكلها مبهر فعلا. اللعبه الجايه هتكون ديز جون اللي هتنزل يوم 26 ابريل، اللي شفنا في التريلر بتاعتها اعداد كبيره من الزومبي، وده كان اكبر تساؤل عندنا، ازاي بلاي ستيشن هيقدر يستحمل اعداد الزومبي الكبيره دي وفي نفس الوقت الجرافيك يكون كويس. بس ديز جون مرازمة ما فيهاش زومبي. بس قبل ما اقولكوا فيها ايه، قولنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكريبشن. احداث ديز جون هتدور في نهايه العالم بعد ما الناس اتحولت لزومبيز، او زي ما اللعبه بتسميهم فريكرز. هم مختلفين عن الزومبي لان هم بينهم ترابط وبيعيشوا في قطعان، بالاضافه ان هم ممكن يموتوا بضربات عاديه مش لازم تكون ضربه في الراس. هم مختلفين عن زومبي شويه. المهم احنا يوم 28 فبراير قابلنا مخرج الابداع لديز جون جون جارفين واتكلمنا معاه شويه، وبالطبع اول حاجه سالناه عنها كانت عن اداء اللعبه والاوبتمايز بتاعها على بلاي ستيشن، والصراحه ما ادناش اجابه مرضية. لكن عرفنا شويه معلومات زي ان اللحظات اللي فيها فريكرز كتير مش هي اساس اللعبه، وفي خلال القصه هتقابل اربع تجمعات بس من التجمعات دي، وكل تجمع او قطيع فيه حوالي 500 فريكر، وده عدد كبير جدا ومقلق. ازاي هيشتغل على البلاي ستيشن؟ وفي باجمالي 40 قطيع منهم 36 تانيين اختياريين موجودين في عالم اللعبه. بالنسبه للاداء بقى، فعلى بلاي ستيشن 4 العادي ما نعرفش بالظبط، بس في الغالب هيكون 1080 بي و30 فريم على الاقل لو في قطيع فريكرز موجوده على الشاشه، لكن لو في مكان هادي شويه ممكن فريمز تبقى 60. لسه ما نعرفش، هنعرف لما نجرب اللعبه على بلايستيشن عادي. اما على برو فمش هيبقى 4K نيتف، بل هيبقى دايناميك ريزولوشن، يعني ممكن نخمن ان الريزولوشن هتقل لكن اللعبه هتحافظ على ادائها 60 فريم ثابت. ممكن يكون في اوبشن في اللعبه بيقلل الفريمز ويعلي الريزولوشن او العكس. الكلام ده على بلايستيشن 4 برو زي ما العاب كتير بتدعم تقنيه دايناميك 4K بتعمل، بالاضافه انها هتدعم تقنيه HDR واللي بتادي دور كبير جدا ان شكل اللعبه يطلع حلو لو التلفزيون متوصل بيه بلايستيشن بيدعم ال HDR. لعبة مبنية على القصة بشكل أساسي وبتقدم قصة مدتها 30 ساعة، ده غير حوالي 30 ساعة كمان للأنشطة الجانبية في عالم اللعبة المفتوح. تفاصيل القصة مش معروفة، لكن بطل اللعبة معروف هو ديكون، وفي بداية اللعبة هيكون زي ما جون وصفه شخص مكسور. شخصيته هتتغير بشكل كبير في نهاية اللعبة وهيتحول لشخص قوي واثق من نفسه. تصميم الشخصيات في اللعبة متأثر بسلسلة أنشارتد من ناحية الكتابة والنكت اللي الشخصيات بيقولوها جوه اللعبة. الأعداء في اللعبة مش هيكونوا فريكرز بس، بل بالعكس معظم المواجهات اللي هتواجهها قصاد ناس عاديين وعصابات منظمات اجراميه في العالم، واللي من الواضح ان قصه اللعبه متمحوره حوالين الانتقام من المنظمات دي، والسبب اللي هيكون ديكون بيحارب عشانه اكبر من مجرد النجاه والاكل والشرب. وجون جارفين قالنا ان هو ده اللي هو شخصيا بيحبه في النوع ده من الالعاب. اللعبه سنجل بلاير فقط، ما فيهاش اونلاين خالص او ما فيهاش مالتي بلاير، ومبنيه بشكل كامل على القصه اللي ليها جانب درامي وهتتعرض في اللعبه بطريقه روائيه، وده اسلوب اثبت نجاحه في العاب كتير من العاب سوني. دي كانت اهم المعلومات اللي عرفناها من نقاشنا مع جون جارفين، بالاضافه ان اللعبه هيكون فيها بوس فايتس لكن ما قالش اي تفاصيل عنها. اللعبه اخر منهم حوالي 6 سنين تطوير واتعملت على انريل انجن. لو عندك اسئله تخص اللعبه خلينا نتناقش تحت في التعليقات. ولحد كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ما تنساش تقول لنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكربشن، واعمل لايك للفيديو لو عجبك وسبسكرايب عشان تتابعنا على طول. ولحد الفيديو اللي جاي، سلام.